الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البركة فيكم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع جدا هام ويؤرق الجميع في السلطنة أو خارجها، هو موضوع الباحثين عن عمل. كلنا طبعا نعرف أن الباحثين عن عمل كثير يعانوا في الحصول على العمل، ولكن كيف يمكن للباحث عن العمل أن يستغل فرصة وجود هذه الفترة اللي هي فترة البحث عن العمل؟ لتعرف على هذا الموضوع أكثر معانا الباحثة عن العمل زينب بنت سليم العبرية. أهلا وسهلا فيك زينب. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم على استضافتي لهذا البرنامج المتميز. شرفتينا أختي زينب. أيضا أرحب بالأستاذ يوسف بن سعيد المطوع، المدير العام المساعد للتشغيل بوزارة القوى العامة. حياك الله أستاذ يوسف. حياكم الله وأشكركم على السانحة الطيبة. الله يسلمك. في البداية كيف عرفت أستاذ يوسف وزارة القوى العامة الباحث عن عمل؟ تعريف الباحث عن عمل طبعا وفق المفاهيم الدولية، بما أن السلطنة طبعا أو الوزارة عضو في منظمة العمل الدولية، فعندنا نحن نعتمد على المفاهيم الدولية. الباحث عن عمل طبعا هو الباحث الذي يسجل في هيئة سجل القوى العاملة واشترط فيه بعض الاشتراطات، منها أن يكون الباحث باحثا طبعا فعليا وراغبا في العمل ويرغب في العمل بالرواتب والامتيازات المطروحة. هذا المختصر التعريف الصحيح للباحث عن عمل. طيب زينب، بداية خبرينا عنك، أنت كونش باحثة عن عمل، شو درستي أنت؟ أنا خريجة 2013، كان تخصصي برنامج كمبيوتينج ساينس، درست هالتخصص في كلية الخليج. طيب، وصار لك يعني سنتين تقريبا وانت باحثه عن عمل. ايوه، باحثه عن عمل، سجلت في كذا مؤسسه لكن لم يحالفني الحظ، لم اتوقف، لازلت يعني مستمره في التسجيل. وين سجلت، في القطاع العام ولا في القطاع الخاص؟ كلا القطاعين سجلت، في القطاع المدني والقطاع الخاص. طيب، قابلتي شيء من الوظائف يعني؟ كيف؟ قابلتي في بعض الوظائف؟ ايوه، لكن يعني لم يحالفني الحظ، لكني مستمره. مستمره في التسجيل. خلينا نتعرف أستاذ يوسف على يعني أعداد الباحثين عن عمل عندنا في السلطنة، كم يصل عدد الباحثين عن عمل؟ الباحثين عن عمل طبعا نحن ما نتطرق عن أعداد الباحثين، خلينا نحن نتطرق عن آلية العمل مع الباحثين عن عمل. طبعا هناك هي سجل القوى العاملة هي المعنية بتسجيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص أو كباحثين، فبالتالي الباحثين طبعا نحن عندنا آلية معينة، نحن نقسم الباحثين إلى نوعان. النوع الأول طبعا الباحثين هم المؤهلين مهنيا والباحثين الغير مؤهلين مهنيا. نتعامل مع الباحثين المؤهلين مهنيا من خلال إلحاقهم بسوق العمل مباشرة. اللي هم عندهم خبرة. طبعا اللي عندهم خبرة واللي طبعا عنده بعض التأهيل البسيط، فهذولا طبعا نحن نتعامل معهم بإلحاقهم مباشرة لسوق العمل. النوع الثاني طبعا هم الباحثين الغير مؤهلين مهنيا. هذا الغير مؤهلين طبعا عندنا جانبين للتدريبهم، يتم الحاقهم بفرص التدريب مباشره، يا اما طبعا عن طريق المعاهد الموجوده عندنا، المعاهد الخاصه، التدريب الخاصه، او عن طريق المعاهد الحكوميه. لكن استاذ يوسف، يعني ما تشوف انه مثلا الباحث عن عمل يخلص مثلا دراسه، مثل زينب خلصت دراسه وتريد تلتحق بوظيفه على طول، فتحس انه يعني وجود الخبره يسبب لها عائق يعني في مسألة الحصول على وظيفة؟ هو في بعض الأحيان يتطلب وجود خبرة، لكن في أغلب الأحيان يعني نحن الوزارة لا، ما نحط المجال للشركات أنها تطلب نوع من الخبرات، وبالتالي نعتبر هذا عائق أمام الباحث، خصوصا الباحث الجديد اللي ما عنده أي خبرة، وهذا يعتبر عائق. زينب، أنت لما سجلتي في القطاع الخاص كان طالبين خبرة؟ أيوة، هو من العوائق اللي أكثر شيء تواجهني يعني كباحثة عن عمل، ويمكن تواجه كثير من الشباب الباحثين عن عمل، هو وجود يعني أي وظيفة مثلا تنزل على طول أنا أروح لاشتراطات الوظيفة، مثلا يطلبوا 10 سنوات خبرة، 5 سنوات خبرة. ما في آلية أستاذ يوسف يعني للضغط على الشركات أو شركات القطاع الخاص يعني لتقليل سنوات الخبرة علشان يستوعبوا أكبر يعني أخبار؟ إحنا نحاول بقدر المستطاع أن ما نطلب خبرة. ضمن الوظائف اللي تطرحها وزارة القوى العاملة قليل ما تجد فيها خبرة أساسا. يمكن الأخت تطرقت على وجود بعض المواقع اللي أو الإعلانات اللي تنزل ويطلع فيها خبرة، لكن أنا طبعا قبل البرنامج سألتها هل أنت أساسا نزلتي موقع تطبيق نعمل
اللي من خلاله طبعا الوزارة تعرض الفرص العمل إلكترونيا. أنا بعطيكم نبذة بسيطة عن البرنامج الإلكتروني. البرنامج الإلكتروني نعمل طبعا ترشيح إلكتروني، يجب على كل تتمنى من كل الباحث أنهم طبعا ينزلوا هذا الموقع. هذا الموقع كل الفرص فرص العمل الشاغرة نحن طبعا ننزلها في هذا الموقع، وبالتالي يستطيع الباحث عن عمل أنه يطلع على الفرص المتاحة من خلال النقال، من خلال جهاز النقال. إذا هذا موضوع جدا مهم أنه الباحثين عن عمل يتعرفوا على هذا التطبيق. يا ريت. وأنا طبعا سألت الأخت هل أنت عندك التطبيق، هل نزلت التطبيق؟ فأجابت أنها طبعا ما عندها أي فكرة عنه. طبعا أنا شرحت لها يمكن وزارة القوى العاملة ما روجت لهذا. لا نحن طبعا هذا الترشيح الإلكتروني برنامج حديث، هو لا زال في فترة التجربة. لكن حقيقة أبدأ يعني الباحثين انبساطهم من البرنامج لأنه حقق صراحة الأهداف كثيرة، وبالتالي يعني وفر على الشباب عناء المشقة أو مشقة مراجعة الوزارة أو مكاتب التشغيل، وبالتالي يستطيع الباحث من خلال فقط التطبيق أنه يطلع على الفرص المتاحة ويرشح نفسه تلقائيا. كذلك ملزمة الشركات الموجودة أنها ترد على الباحث خلال فترة شهر. يعني ملزمة في حالة عدم الرد طبعا هناك راح الوزارة تراجع للشركة وتعمل طبعا نحن نسأل الشركة لماذا لم يتم الاتصال في الباحث. بالتالي الشركات تتواصل عبر يعني عبر هذا التطبيق مع الباحث عن عمل مباشرة. أول ما الباحث يرشح نفسه هناك مسج يصل إلى مدير شؤون الموظفين أو المدير المسؤول في الشركة. وبالتالي طبعا دور المدير المسؤول عن التوظيف الاتصال بالباحث عن عمل وعمل المقابلة وإنهاء إجراء التشغيل. وهل في إشراف منكم على في إشراف على نحن طبعا في حالة تجاوز الفترة أكثر من شهر طبعا نحن نتصل بالشركة ونتابع لماذا لم يتم الاتصال بالباحثين ولم يتم إنهاء إجراء تشغيلهم. طيب أستاذ يوسف، يعني أنت تكلمت عن أنه في برامج تدريبية يلتحق فيها الطلبة غير المؤهلين أو اللي هم الأشخاص العاملين الغير مؤهلين اللي راح يدخلوا سوق العمل. نعم صحيح. شو هي البرامج التدريبية اللي تقدموها لهم؟ أختي الكريمة هناك عندنا برنامجين حاليا. نحن بالنسبة للباحثين الغير مؤهلين إما إلحاقه بالتدريب في القطاع الخاص عن طريق المعاهد الحكومية أو الخاصة، هذا طبعا اللي اسمه البرنامج التدريب المقرون بالتشغيل. نعم. البرنامج الآخر طبعا هذا البرنامج يتم إلحاق الباحث في 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 للتدريب في معهد معين، وبالتالي يعمل له عقد ويتم تشغيله بعد انهاء فتره تدريبه مباشره في القطاع الخاص. وهل هذه الفرص يعني يستفيد منها كل الباحثين على العمل؟ هذه فرص موجوده ومتاحه لدينا ويمكن الباحثين الاستفاده منها. هناك ايضا اخر برنامج اخر هو التدريب على راس العمل. يتم الحاق في هذا البرنامج الباحث في العمل مباشرة وتدريبه في على رأس الشركة دون الحاجة إلى مركز تدريبي معين، إنما يتم تدريبه وفق البرنامج المعد من قبل الشركة بمتابعة الوزارة. زينب أنت شو تفضلي، تشتغلي في القطاع العام ولا في القطاع الخاص؟ هو لكل يعني قطاع إيجابياته وسلبياته ومميزات، لكن أنا يعني كل شاب أو شابة عنده ميول وين يعني يشتغل في القطاع الخاص أو العام، لكن أنا ميولي إلى القطاع الخاص لأني يعني أشوف إنه بعض الشركات تهتم بتنمية يعني قدرات طاقات الشباب. نعم. أستاذ يوسف، هل تعتقد بأنه جزء كبير من يعني تأخر مسألة التوظيف تقع على عاتق الباحث عن عمل نفسه؟ يعني تقصيره في البحث عن عمل نفسه ممكن أن تكون هكذا المشكلة؟ لا 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 نستطيع أن نلوم الشباب يعني بقدر كبير. الشاب طبعا هو شاب، يجوز إنه الشاب هذا ما عنده ذاك الإلمام أو ينقص التوجيه أو ينقص الإرشاد. يعني نحن كذلك يجب أن نأخذ بيد هذا الشاب. نحن يعني مش فقط كوزارة، أنا أرى أن المجتمع يجب أن يأخذ بيده. الحكومة يجب أن تأخذ بيد هذا الشاب. الأسرة كذلك. البداية طبعا الأخذ من 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 المدرسة. يعني هل تم توجيه الشاب التوجيه الصحيح؟ هل اختار تخصصه الاختيار الصحيح؟ هل عرف القطاع الحكومي أو القطاع الخاص مدى احتياجه للتخصص الذي تخصصه؟ هنا يجب طبعا عائق الجميع أو طبعا هذه المسألة مسألة الجميع، لا نقول نلوم الشخص أو الشاب أو الباحث فيه، لا بل يعني المطلوب تكاتف الجميع وتوجيه الشاب وين مسار التوظيف الصحيح. نعم. لأنه في هذا الموضوع تقرير راح نشاهده مع بعض، نتوقف مع هذا التقرير مشاهدينا إن شاء الله بعد أن نرجع نكمل حديثنا مع الضيوف.
من منا لم يحلم بوظيفة يتحصل منها على لقمة عيشه؟ هذا السؤال الذي يجب علينا نحن كأفراد باحثين عن عمل الإجابة عليه مع تخزين الأحلام وتحويلها إلى واقع من خلال ممارستنا لأنشطة توفر لنا غطاء الحماية المعيشية والتي ينشدها الباحث أينما كانت وجهته. البعض منا لديه مواهب دفينة تحتاج ربما للمادة لكي تصنع إعجازا على أرض الواقع، إذ الإيمان بهذه المواهب بحد ذاته يعتبر إنجازا حقيقيا للسعي الحثيث تجاه الحصول على وظيفة سواء كانت حكومية أو خاصة. سوق العمل المحلي ربما يشهد توظيف كم هائل من الشباب في شتى المجالات، ولربما السوق يكتفي بعدد معين من هؤلاء الباحثين. والناظر للمشهد اليومي لحركة الشباب وتنقلهم من مؤسسة إلى أخرى يرى وجه السعد والطموح يكتسي جبين الشباب ليرسم لوحة تفاؤل إيجابية نحو رقي الشباب وسعيه المتواصل ليكون معول بناء ينهض بتربة هذه الأرض الطيبة ويغرس فيها حب الولاء والأصالة العمانية الراسخة والتي يقودها قائد المسيرة المظفرة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أعزه الله وأبقاه، الذي أنار بأفكاره عقول الشباب الذين هم شمعة النور التي أضاءت لعمان دربها، ولن تنطفئ هذه الشمعة لأنها أشعلت بفتيل الوطن مصنع الرجال وشباب عمان أينما حلوا، فإنهم يحرثون عمان من أقصاها إلى أقصاها ويشمروا عن ساعد الجد لبناء هذا الوطن العظيم. رجعنا لكم مشاهدينا نكمل حديثنا عن الباحثين عن العمل. زينب، ممكن تخبرينا عن العوائق اللي تعيق الباحث عن العمل؟ تحدث سابقا اللي هي مشكلة الخبرات أكثر شيء، يعني ما في عائق آخر؟ أكثر العوائق يعني الفترة التوظيف، يعني مثلا الخريج لما يتخرج يظل فترة طويلة لحد ما يتوظف، يعني ينسى كل اللي درسه. فأنت كيف استغلتي هذا الفترة اللي هي فترة بحثش عن العمل؟ أنا بالنسبة لي أنا خضيت تريننج في كذا شركة وفي بعض المدارس، وأيضا اتجهت للتصفح في الإنترنت عشان أثبت معلومات بعض المعلومات اللي درستها عشان ما أنساهم. نعم. أستاذ يوسف، يعني بالنسبة للفترة الطويلة اللي يقضيها الباحث عن عمل، هل يعني هناك آلية عند وزارة القوى العاملة يعني تدريب هذا الباحث على ما تعلمه ما درسه لكي يعني لا ينسى يعني ما تعلمه؟ هو أخي إبراهيم، أنا أفضل خلال فترة الانتظار إنه الباحث يصقل مهاراته، يعني يجب عليه انه يصقل مهاراته من خلال انه طبعا يلتحق ببعض القطاع شركات القطاع الخاص ويعمل تدريب او شو اسمه ياخذ جرعات من التدريب في القطاع الخاص، حتى وان كان مثلا بدون راتب، يعني ممكن كراتب او دون راتب، ممكن كبدون راتب اذا كان هي فتره بسيطه. نعم. يعني انا ما احبذ انه الباحث يعني يجلس في البيت بدون اي عمل. الوزاره تطرح في العاده فرص كثيره، يعني انا للاسف انه في بعض الباحثين ينتظروا القطاع الحكومي. يا أخي، الحكومة الحين فتحت المجال للتنافس، حتى لو التحق الباحث العمل في القطاع الخاص من حقه أن يتنافس العمل حاليا في الوظائف الحكومية التي تطرحها الحكومة. نعم. وبالتالي يعني ما نحبذ أنه الباحث ينتظر فقط للوظيفة الحكومية. نعم. طيب، هل تعتقد أن هناك في قصور يعني في عدد الوظائف المطروحة كانت حكومية أو خاصة؟ ولا هناك يعني ما في ملائمة بين أو أن الفرق في المميزات؟ لا، هي أخي الكريم، بس بالنسبة للوظائف في القطاع الخاص الوظائف متوفرة على بعض التخصصات اللي هي طبعا مش يعني ما تجد لها إقبال في القطاع الخاص، كالتخصصات الإنسانية، التخصصات الأدبية، هذه طبعا بصفة عارفة القطاع الخاص قطاع منتج ويستقطب بعض التخصصات المعينة. صحيح. اللي هي طبعا التخصصات الفنية، التخصصات العلمية والإدارية، هذه الموجودة. بعض التخصصات طبعا هذه يمكن للباحث العمل طبعا يجدها في القطاع الحكومي، لكن فوق كذا بعض الشركات
تستقطب هؤلاء الشباب من التخصصات حتى لو ما في مجالها، بس تؤهلهم يعني. تؤهلهم يتم تأهيلهم وتعطيهم المجال للعمل وتعطيهم الفرصة لتدريبهم. زينب الأستاذ ذكر أنه يعني لازم الطالب لما يروح لتخصص معين يعني يكون دارس يعني مخطط لهذا التخصص على أساس أنه يخلص دراسة وخلاص يلتحق بسوق العمل. فهل أنت لما اخترتي تخصصك كنتي مخططة لهذا الموضوع؟ أكيد، لأنه أنا قبل ما أختار التخصص كان عندي هدف معين، يعني أنا أشوف ميولي وين يكون ميولي، فأنا اخترت تخصص على يعني أن أنا أحب مثلاً عالم البرمجيات، أحب الإنترنت الكمبيوتر، فأنا كان هدفي أساساً أن أنا أتوظف بعد يعني الدراسة في حاجة تخص يعني التخصص اللي أنا دارسه فيه. طيب زينب، ما حاولت تفتحي بعض المشاريع الخاصة؟ الحين طبعاً هناك دعم من قبل الحكومة بفتح مشاريع التشغيل الذاتي، يعني عندنا الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، ومن خلال أيضا صندوق الرفد يدعم الشباب في برامج أيوة. معينة أو فتح مشاريع لهم شخصيا. أنا حاولت كذا مرة يعني عن طريق مثلا مشروع رافد أو مشروع سند، فيعني حصلت بعد بعض الإعاقات يعني فيه. شو الفكرة تبع المشروع اللي قدمتيها لصندوق الرفد؟ كنت أريد أصل مثل حضانة، يعني هي حضانة بعيدة عن التخصص اللي أنا اخترت إنه، لكن كنت عشان أشغل وقتي وأيضا يكون عندي مدخل يعني. أستاذ يوسف، هناك يعني بعض الباحثين عن عمل اللي هم يفضل أنهم يتجهوا إلى العمل الحر من خلال صندوق رفد وال يعني الجهات الموضوعة يعني للشباب الباحثين عن عمل، ولكن يعني البعض يشتكي من اشتراطات صعبة، منها أن لا يطالب الباحث عن عمل هذا بوظيفة في القطاعين، يعني يقول لك أنا ما أضمن مشروعي اللي أنا راح أشتغل عليه. إبراهيم، في طبيعة الحال يجب الشخص أن يكون متفرغ، يعني كيف تدير أنت مشروعك وأنت في عمل آخر؟ بس يمكن هذا المشروع مثلا ما نجح. لا، إذا ما نجح هناك كلام آخر، يعني هناك حتى في تسهيلات من قبل الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة بأنهم عندهم حلول معينة للمتعثرين. لكن يجب على إذا أنا فتحت مشروع الخاص يجب أن أديره بنفسي. بالتالي طبعا هناك تسهيلات، يعني حتى وزارة القوى العاملة قامت مؤخرا بإعطاء تسهيلات جيدة مناسب للشباب. صحيح، ولكن يعني كثير من الشباب ما عندهم الجرأة انهم يوقعوا على ورقة ما يطلبوا فيها وظيفة بعد ما يعني ياخذوا دعم من صندوق الرفد. هذه يمكن من اكبر العوائق اللي عندهم. ما في طريقة يعني لتوعية هؤلاء الشباب بانه يجب انهم يكونوا واثقين من انفسهم قبل الدخول في يعني غمار المشاريع الصغيرة؟ والله شوف، هذا دور الجميع مثل ما ذكرت، دور الإعلام ايضا. يعني هناك قصور من قبل الشباب انهم يفتحوا مشاريع تخوفا، مثل ما تفضلت وذكرت انه هناك تخوف. فنحن ندعو الشباب انهم لا، ما يتخوفوا. اذا لك مشروع ومبادر فيه توكل على الله، ويعني وافتح مشروعك، وان شاء الله المشروع الصغير بدايته صغير، لكن في النهايه ان شاء الله راح يكون من ضمن المشاريع الكبيره والعملاقه. هناك تجارب كثيره من الشباب فتحوا مشاريع بسيطه صغيره واصبحت الان تنافس الشركات الكبيره. نعم، خلينا نتطرق ايضا الى موضوع اخر. بعض الشباب، يمكن انا استمعت الى واحد من الاخوه، هو كان باحث عن عمل، يقول انا ما راح اسجل في هذه الوظيفه بشهاده البكالوريوس، راح اسجل بشهاده الثانويه العامه. البعض يقول لك انا ما راح ادرس ماجستير لانه الماجستير فرصة حصولي على وظيفة في هذا التخصص العالي يعني صعبة شوي. يعني هل يعني فعلا إذا كان الشاب حصل على شهادة يعني أعلى من البكالوريوس مثلا بتكون فرصة حصول على وظيفة صعبة؟ لا، هذه مفاهيم يا أخي إبراهيم، مفاهيم خاطئة. القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، طبعا القطاع الحكومي معروف إجراءاته. القطاع الخاص أيضا هناك دعم للشباب المؤهل، يعني الفرص الوظيفية هي مرتبطة برواتب معينة. البكالوريوس إلى حد معين من الراتب، كذلك الماجستير إلى حد معين من الراتب، وكذا يعني كلهم بدرجته. ما كلهم بدرجته، لكن نحن كوزارة نتابع المواضيع. يعني نحن نفس الشيء لا نقبل أن يتم تعيين بكالوريوس بدرجة أقل من رواتب المعتمد عليها في الوزارة. فبالتالي هناك متابعة من قبل الوزارة، ولا نرضى أبدا أن يتم هذا التجاوزات. تفضلي زينب. أنا يعني من ضمنهم هذه اللي رحت أسجل بشهادة ثانوية، قلت يعني
ان انا اريد اتوظف بشهاده ثانويه، رفضوا، يعني قالوا لي ما ممكن انك تكون عندك شهاده بكالوريوس تتوظفي بشهاده ثانويه. ليش ليش فضلتي تتوظفي بشهاده ثانويه؟ لاني شفت يعني كثير من الوظائف طالبين شهاده ثانويه عامه. بس انت نسفتي كل الاربع خمس سنوات اللي درستيها يعني. كنت يعني اريد على الاقل يعني اثبت خبرتي في الدراسه، يعني اللي درسته ما يروح كذا هباء يعني. زينب انت ما فكرت انك تكملي دراستك؟ لا ما فكرت يعني، لانه اكتفيت بالدراسه وخلاص، يعني اريد يعني اشتغل واكون حياتي. هل تعتقد ان في مساحه يعني ان انت الحين يعني تعيدي الاشياء مثل اللي درستيها او تطبقيها في حياتك اليوميه؟ ايوه اكيد، لانه لا زلت يعني مستمره، يعني عن طريق انا خبرتني ان خذيت خبرات يعني من مؤسسات وشركات ثانيه، ولا زلت يعني احتفظ بالمعلومات. نعم، لأنه وقفة مع أحد الشباب المبتكرين لعلاج لآلام ركبهم مجموعة شباب من جامعة السلطان قابوس، نشوف ابتكارهم هذا الجميل وراجعين نكمل حديثنا مع الضيوف. طبعا هذا الجهاز دوره أن المرضى اللي عندهم إصابات في الركبة يسوي تمارين لهم وإن شاء الله ويتماثل للشفاء. طبعا ويش المشكلة اللي حاصلة عندنا؟ إن المرضى اللي عندهم مشكلة في الركبة يحتاج إلى نوعين من العلاج، العلاج الأول اللي هو العلاج الطبي، العلاج الثاني اللي هو العلاج الطبيعي. طبعا إحنا كطلاب هندسة ميكانيكية شفنا المشكلة في العلاج الطبيعي ويش الجهاز اللي يحتاجوه، فالجهاز اللي يحتاجوه هو جهاز لإعادة تأهيل هم للحركة الصحيحة أو السابقة قبل الإصابة. هذا الجهاز وش مميزاته؟ إنه يكون سهل الحمل وخفيف، يقدر يستخدم المريض بشكل أسهل بدون زيارته للطبيب. هذا المشروع يوفر درجة حرارة مناسبة للركبة، ويوفر أيضا ضغط مناسب للركبة، ويوفر حركة على حسب القدرة اللي هو قدرة تحملها الركبة، حركة دورانية على مقدار اللي يحدده الطبيب، نفس الشيء اللي هو الحرارة والضغط اللي يحدده لك الدكتور. طبعا المشروع من المميزات اللي تميزه أن نحاول أن نخلي التحكم يكون عن بعد، فيتم التحكم به من المستشفى. بعد ما تسوي عملية الدكتور عارف ان هذا الشخص عمل العملية اليوم، لذلك يحتاج لضغط مناسب اللي هو ضغط يحتاج اي ضغط مناسب، وايضا درجة حرارة اللي يشوفها الدكتور مناسبة لذلك اليوم، فهو مباشرة من المستشفى يحدد الضغط المناسب ودرجة الحرارة المناسبة لهذا الشخص، وايضا قدرة الحركة اللي ممكن يحركها هذا الشخص. فيتم عن طريق المستشفى تعديل الركبة أو المسمى الضغط المناسب لهذا الإنسان. أيضا من الميزات اللي نحاول إن شاء الله نخليها في الجهاز مالنا، أنه كان بداية المشروع متكون من الألومنيوم ونوعا ما أثقل من البلاستيك، فحاول حاليا إن شاء الله ننظر إلى نحول من الألومنيوم إلى البلاستيك، ونضع له أيضا اللي هو حامي للجسد من أي صدمات اللي ممكن تطرأ على الجسد. طبعا أحب أشكر الجهة الداعمة للمشروع والمتبنية للمشروع، وهي الجهة الوطنية للشباب لتبنيها المشروع ودعمها للمشروع، وأيضا أحب أشكر إدارة الهندسة الميكانيكية، وأشكر الدكتور عصام لتبنيه أو لإشرافه للمشروع، وهو المشرف لمشروعنا وهو عبارة عن مشروع تخرج لنا، وايضا احب اشكر الاعضاء المشروع على جهودهم المبذوله وعلى شغلهم الدائم والدؤوب، وان شاء الله نتامل في تحقيق انجازات اخرى، والا ان شاء الله براءه اختراع.
رجعنا لكم مشاهدينا لنكمل حديثنا حول الباحثين عن عمل. أستاذ يوسف، هل تعتقد أنه لازم يكون في تعاون بينكم وبين المؤسسات التعليم العالي على أساس أنه تحددوا مثلا أنه القوى العاملة مع مؤسسات التعليم تحددوا اللي هي الفرص، اللي هي فرص العمل أو سوق العمل إيش يحتاج، وبالتالي نحدد التخصصات اللي ممكن فيها قبول الطلبة؟ لا، في تعاون حقيقة بيننا وبين التعليم العالي، وهناك لجان حقيقة تدرس طلبات طبعا احتياجات سوق العمل مع الاختصاصات أو التخصصات المطلوبة لسوق العمل. فهناك في لجان والوزارة شغالة مع بالتعاون مع الأخوان في التعليم العالي، وإن شاء الله طبعا نحن نحاول نوصل لهدف معين بأنه أي تخصص يتطلبه طبعا يدرس للشباب يلاقي بالمقابل فرص عمل شاغرة للشباب. ولكن احنا نشوف يعني فائض في أعداد الطلبة الخريجين اللي هم باحثين عن العمل. أكيد طبعاً هناك حكومة أيضاً، لا ننسى دور الحكومة في الموضوع. هناك فرص تطلب الحكومة، بالتالي مش كل الفرص اللي يتم تدريبها يتقبلها سوق العمل، لكن بالعكس هناك إقبال من قبل قطاع الحكومة أيضاً يستقطب هذه التخصصات. نعم. زينب، قلتي هناك في عراقيل في صندوق الرفد مثلاً أو هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نلاحظ إقبال كبير من الشباب على يعني أخذ الدعم من هذه الصناديق. إيش العراقيل اللي أنت شفتيها في هذا؟ يعني من ضمن العراقيل إنه لما رحت أنا مثلاً مشروع رفد كان يقول لي مثلاً إذا أنت بتسجلي ما بتكوني باحثة عن عمل. نعم. بتكوني موظفة. أستاذ يوسف، يعني إذا لا سمح الله فشل الباحث عن عمل أو يعني صاحب المشروع فشل في هذا المشروع، هل ممكن أن يوظف؟ أكيد مشروع. طبعا هذه مش النهاية، فشل المشروع ما معناته النهاية، لا. إنما هذه البداية، يعني خلي الباقي الشخص المواطن يبحث أين الخلل، أين كان الخلل، إيش اللي أدى إلى إخفاق المشروع. نعم. هناك مسارات أخرى في حالة أنه ما قدر يواصل مشروعه، هناك مسارات أخرى. إيش الآلية اللي تتخذ يعني في هذا الحال؟ طبعا الآلية الموجودة معنا، نتمنى أن الشخص الباحث اللي عنده مشكلة فيه طبعا يراجع الوزارة طبعا ويشرح لنا ايش المشكله كانت، وبالتالي نحن هناك اكيد بنجد حلول معينه للمشكله. نعم. ويعني مثلا المبالغ اللي اخذها من الصناديق هذه ممكن ان يعني بعد الوظيفه يرجعها هو ابراهيم. بالنسبه للاخوه في صندوق الرفد، هناك عندهم آلية معدة ومعروفه ومسهله ومبسطه للمواطن. نعم. ما فيها اي تعقيد، ما بالعكس في أي هناك في تسهيل. نعم. ونحن كفي وزاره قوى العمل ايضا نستقطب للشباب هذيلا، ويمكن نحن نساعدهم بفرص عمل شاغرة في القطاع الخاص. نعم. أستاذ يوسف، كيف بالنسبة للفرص الموجودة في الشركات اللي هي تابعة للقطاع الخاص؟ هل هناك في حسيت أنه في تلاعب في الشروط، مثلاً تكون الشروط الموجودة في القوى العاملة حاجة وهم الشروط اللي يعرضوها بعدين حاجة أخرى، فيتم الرد على الطلبة مثلاً أو الأشخاص اللي سجلوا عبر القوى العاملة أن أنتم مرفوضين من قبل مثلاً دخولهم للمقابلة الشخصية، فكيف تحلوا مثل هذه الإشكالية؟ شوف يا أخت حنيفة، نحن نعتبر كل الفرص الموجودة معنا فرص حقيقية، طالما أتت من القطاع الخاص وأتت من قبل يعني الشخص مخول أنه يعطينا الوظائف، نعتبرها فرص حقيقية. أكيد هناك في تجاوزات، يعني ما نقول طبعا القطاع الخاص أنه قطاع، لا، في بعض الشركات تتلاعب، لكن من يتلاعب نضع له حد. كيف، شو الحدود اللي تسوها؟ طبعا هناك عندنا طبعا قانون العمل، أي شركة تتقدم بيانات خاطئة تعاقب، هناك عقوبة. يمكن طبعا نحن الجلوس مع الشركة مبدئيا في حالة أن الشركة ما صاعت للتعليمات أو للقانون، بالتالي هناك جهات قنوات قانونية يتم أو إجراءات قانونية يتم اتخاذها. يعني الباحث عن عمل إذا صار مع هذا الشيء يقدر يبلغ القوى العاملة على طول؟ يبلغنا مباشرة أنه حصل كذا وكذا، وأساساً نحن متابعين مباشرة مع الباحثين. فأي إخفاق يريت لأي باحث يواجه أي مشكلة يرجع للوزارة القوى العاملة. الحين ما بيقصر على طول على تويتر ولا على أي شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي. نحن نرحب بأي مقترحات، نرحب بأي شكاوي تقدم لنا، ونحن في أتم الاستعداد لحلها. أستاذ يوسف، يعني بالنسبة لأعداد الوافدين العاملين في القطاع الخاص، هل هي في ازدياد أم هي في انخفاض؟ أخي إبراهيم، لا ننسى طبعا أن السلطنة مقبلة بمشاريع ضخمة. أوكي. ولا زالت البنية التحتية مستمرة عندنا في السلطنة. نعم. هناك مشاريع ضخمة، هناك مشاريع كمشروع المطار مقبلين على محتاجة لهذه العمل، السكك الحديد. هناك مشروع أيضا المدينة في الدقم، المصانع الموجودة، وهناك في صحار أيضا مصانع ضخمة ولا زالت. فبالتالي لا زال القطاع الخاص محتاج
الى القوى العامله الوافده. لا زال بعض محتاجين لبعض الخبرات، وبالتالي يعني ما نقدر نتوقف ممتاز. لكن يعني بالنسبه للوظائف العليا يعني في القطاع الخاص، لا زال هناك اعداد كبيره من الوافدين يتقلدوا هذه المناصب، في حين انه هناك ايضا عدد كبير من الشباب العماني اللي يحملوا هذه التخصصات او شهادات في هذه التخصصات اللي يعني في المناصب او الوظائف اللي فيها الوافدين هؤلاء. ما في آلية لوزارة القوى العاملة للضغط على الشركات هذه؟ اخي ابراهيم، لما تتقدم الشركة لوزارة القوى العاملة بطلب قوى عاملة وافدة، طبعا يتم مراجعة هذه التخصصات، هذه المهن المطلوبة. وبالتالي عندك المادة 18 من قانون العمل، يلزم الشركات في حالة وجود المواطن الأولوية لأبناء البلد، الأولوية للمواطن. في حالة عدم وجود تخصص معين يتم التصريح بقوى عاملة وافدة للشركات، لكن نحن نراجع الطلبات ولا يتم تصريح بأي قوى عاملة إلا بعد مراجعة المهن، والتأكد أنه طبعا أغلب المهن أو أغلب التخصصات المطلوبة أو خبراتها غير موجودة منهم الباحثين الموجودين معنا مسجلين في سجل القوى العاملة كمواطنين باحثين عن عمل. نعم. زينب، ذكرتي واحد من العراقيل اللي هو مسألة الخبرة، عدم المطالبة لا بالنسبة للصندوق رفض، خلينا نتكلم أو بالنسبة للعمل الحر. قلتي أنه واحد من العراقيل وهو عدم مطالبة بوظيفة. في هناك عراقيل أخرى واجهتك يعني في البحث؟ أنه يعني مثلا لما مثلا ألتقي مثلا لمشروع رفض أخذ مبلغ كبير مثلا عشان أنا ألصو مشروع، ما لازم مبلغ كبير، ممكن يعني مبلغ يعني مبلغ يناسبني للمشروع اللي أنا أريد أعمله. هل أنا يعني ملزمة إن خسرت أنا في هذا المشروع إن أنا أرجع هالمبلغ؟ هذا من ضمن يعني من ضمن العراقيل اللي تواجهني. هو طبعا لازم، أنت ملزمة ترجعي المبلغ. أيوة. ولكن بأقساط ميسرة وفي هناك تسهيلات وما راح تدفعي المبلغ هذا أو ترجعيه على طول بعد، لا هناك في فترة يمكن تصل إلى سنتين تقريبا. بعد السنتين ممكن أنك تبدأ تدفع هذه المبالغ بأقساط ميسرة جدا. وفي نفس الوقت أخي إبراهيم، يمكن للباحث أيضا أو لله أنه يرجع للوزارة ويبحث عن فرصة عمل، وبالتالي يستطيع طبعا من خلال الوظيفة اللي حصلها أنه يسدد أقساطه. صحيح، في حال أنه هو يعني قرر أنه خلاص يترك هذا العمل الحر. إذا زينب لازم تفكر أكثر في موضوع المشاريع. طبعا راح ننتقل من حديثنا هذا حول الباحثين عن عمل إلى عالم السيارات. حياكم الله معنا مشاهدينا الكرام، هذه المرة مع فقرة عالم السيارات مع المهندس عماد المحمداوي، خبير في تحليل النظم البرمجية والتطبيقات الهندسية. حياك الله معنا اليوم مهندس في عالم السيارات. حياك الله. اليوم نتكلم عن مشكلة مهمة ويعني دائما ما تصير عند الشباب، وهي ارتفاع درجة حرارة السيارة أو محرك السيارة. يا ترى إيش سبب ارتفاع؟ عدة أسباب الحرارة، إما نقص بمبرد الماء اللي موجود في المبرد، أو انسداد المبرد بالنفس اللي إحنا نسميه راديتر، أو بسبب المروحة إنه المروحة ما شغالة، أو إنه بسبب إغلاق في صمام اللي هو يسموه صمام الثرموستات، العامية يسموه البوية. أيوة. بوية الماء. هذا الثرموستات إذا تتعرض إلى الأوساخ ترسبات أو شيء فممكن تتسكر. فممكن تتسكر فراح تمنع دخول الماء. هي هذه البوية يعني عملها؟ هذه جدا مهم. البعض يفصلها للأسف. هذا خطأ. عملية فصل هذه البوية هي خطأ. ليش؟ لأنه هي مصممة أنه تحبس الماء لفترة معينة حتى تنطي المجال للماء أنه يبرد، ومن ثم تدخله مرة ثانية إلى الماكينة حتى تقدر تنزل درجة حرارة الماكينة لدرجة معينة. نعم. طيب مهندس، الأشياء الأخرى اللي ممكن تتعطل اللي هي تسبب الارتفاع؟ نعم، قلنا ماي راديتر ممكن أن يكون سبب، والمروحة ممكن أن تكون سبب. وممكن أن يكون تلف في المروحة الداخلية للواتر بامب. مضخة الماء يعني. مضخة الماء. مضخة الماء بالضبط. وممكن أن يكون في ليك للماء
فالماء هذا يتسرب من مكان معين فما تكتمل عملية دوران الماء داخل الماكينة. حلو. وممكن يكون المبرد قديم مستهلك بالفعل نتيجة للترسبات اللي فيه فما راح تكتمل عملية دوران الماء هذا. طيب مهندس البعض لو درجة حرارة السيارة مرتفعة يمشي عليها يقول لك عادي بمشي خلي. لكن ايش اللي ممكن يحصل إذا ارتفعت درجة الحرارة؟ لا هي في اللي هي العمود اللي احنا نسميه الكرنك يتعرض الى انت تعرف المعدن اذا تعرض الى درجه حراره مرتفعه ممكن انه يخرج عن نسميه معامل المرونه فمعامل المرونه لما يخرج راح يتلف كمعدن بس هذه طبعا اذا تركها الى فتره الى ما شاء فيها لكن ما قبله اللي هو الجاز جيت احنا نسميه الجاز جيت اللي هي الفواصل ما بين صح. اجزاء الماكينه هذه فيحترق الجاز جيت ويختلط الماء مع هذا في حال طفى السياره في حال طفى السياره ما شرط يعني اذا وصل ممكن يحترق الجاز جيت اذا ممكن السياره شغاله الجاز جيت اذا السياره شغاله وارتفعت درجه حرارتها ومثل ما انت قلت يستمر بالمشي راح ممكن انه يحترق الجاز جيت وباحتراق الجاز جيت هذا لانه هذا يفصل ما بين الماء والزيت يسموه الهيد والبلوك يعني بالضبط في الماكينه فراح تختلط الماء مع الزيت وبهذا الاختلاط راح يدخل الماء الى اجزاء الماكينه وبالتالي ممكن انه يحدث مشاكل كبيره. طيب مهندس كيف ممكن نتصرف اذا بس لاحظنا ارتفع درجه حرارة؟ كثير من الناس يلجأ لطريقة خطأ أنه يطفي السيارة هذا شيء خطأ صح. لازم يخليها شغالة ويحاول أنه يفتح البونيت يفتح البونيت عشان يخلي الهواء شوي تتهول الماكينة علشان تنزل درجة حرارتها أسرع من ما كان من ما يكون البونيت مغلق وبعدين ممكن أنه يحصل على أي ماء بس بدون ما يفتح الغطاء بدون ما يطفي السيارة يرش على الروديتر من فوق بالضبط يرش الماء على الراديتر او على الهوز نفسه اللي هو اللي يوصل الماء من الراديتر الى الماكينه دون ان يفتح الغطاء بدون اول شيء يبرد الماء لان اذا فتح الغطاء ممكن انه الضغط اللي موجود راح يسبب له حروق وراح يصب نعم لكن يعني وبعد ما يصب الماء يشوف درجه الحراره نزلت ومن ثم يفتح يغلق السياره ومن ثم يبرد السياره نعم. طيب ايش الادوات اللي ممكن تتضرر مهندس بارتفاع درجه الحراره؟ طبعا ارتفاع درجه الحراره هو سبب رئيسي للاعطال صح يعني لاعطال السنسرات لاعطال الاجزاء الكهربائيه لاعطال اجزاء رئيسيه منها الجير لأن الجير ايضا يتبرد معظم السيارات هذه الحديثه يتبرد زيت الجير يتبرد في داخل الراديتر هذا فارتفاع درجه حراره الماء راح يرفع من درجه حراره الجير ومن ثم الاجزاء الداخليه السنسرات الداخليه اللي في داخل الجير راح تتضرر ولذلك تشوف السيارات اللي ارتفعت درجه حرارتها بعد فتره يصير فيها عطلات في الجير يعني ممكن يمتد يعني تمتد المشاكل الى الجير نعم هو اكثر جزء اللي يتاثر في درجه ارتفاع درجه الحراره مهندس البعض يستخدم الماء العادي في الراديتر لا ضير ما في مشكله اذا كان في ماده اللي هي الكولنت هذه الكولنت اللي تكون ملونه عاده احيانا باللون الاحمر اللون الاصفر الفسفوري هذا اللون الفسفوري فهذا اذا كان ناقص اذا كان ناقص الراديتر ممكن ان يزيد ماء اعتيادي ما في مشكله لكن اذا ما كان فيها اصلا يفضل ان يكون كولنت عشان لا تتحول الى صدى الى تصير ترسبات البعض يقول انه الصدى هذا يعني الماء العادي ممكن يسبب الصدى الماء الخاص بالراديتر ما ممكن يسبب الصدى؟ فيه هو معالج كيميائيا معالج هذا كولنت هذا خاص في انتي ثراست فممكن انه يحافظ على الراديتر بالفعل اذا خلى ماء كامل في الراديتر نعم راح يتعرض الى صدى لكن اذا كان في كولنت جزء معين من الكولنت ويصب ماء يضيف ماء اضافي ما راح يكون في مشكله لان يعني بعد في الكميه هذه الصغيره من الكولنت راح تحمي الراديتر بس هي عشان لا يكون سبب انه اوكي انا ما اريد اضيف ماء اريد انتظر اروح الى مكان واشتري الكولنت لا تقدر تضيف صح وليترون في مرحله لاحقه تقدر تستبدل الماء اللي موجود فيه نعم مهندس كيف ممكن نحمي السياره من ارتفاع درجه الحراره هي طبعا الصيانه الدوريه والفحص الدوري للراديتر واجزاء الراديتر واستبدال الانابيب استبدال الماء الراديتر سنويا يفضل سنويا وتشيك المروحه
وغسيل الراديتر من الخارج بشكل مستمر. انت تعرف لما تمشي السيارات تتعرض الى غبار, تتعرض الى اوساخ, فالغسيل ينفعها كثير. اعمار الانابيب مهندس مهم جدا. الانابيب في من 3 سنوات الى 5 سنوات الى 7 سنوات حسب. في الانبوب الرئيسي, في انبوبين رئيسيين, هذه يفضل انك تستبدلهن كل 5 سنوات, كل 4 سنوات, حتى لو ما ارتفع, حتى لا يجنبك انفجار, حتى لا يجنبك الانفجار. نعم. المهندس عماد المحمداوي, خبير في تحليل النظم البرمجية والتطبيقات الهندسية, شكرا لك على حضورك اليوم في عالم السيارات. شكرا استاذ ابراهيم. شكرا لك. الله يسلمك. اذا مشاهدينا الكرام, نرجع لضيوفنا والحديث عن مشكلة الباحثين عن عمل. رجعنا لكم مشاهدينا لنكمل حديثنا حول الباحثين عن عمل. زينب, يا ريت لو تخبرينا شو هي اشتراطاتك للوظيفة اللي تتمنيها. أنا درست كمبيوتينج ساينس, فأتمنى يعني الوظيفة اللي أنا راح أتقدم لها تكون حاجة في تخصصي, عشان لأن هي هدفي أصلاً. هدفي, شوفي الفرصة لما تجي فرصة العمل فيها شروط كثيرة, فأنت لازم تكثر الشروط. أيوة أكيد, ولازم يعني أكثر أنمي خبرتي في هذه الأشياء وهذه الشروط. أستاذ يوسف, يمكن أنت ذكرت في بداية الحوار أن هناك مجموعة من الفرص اللي ممكن يستغلها الباحث عن عمل في فترة بحث عن عمل, ممكن نستعرض هذه الفرص يعني بالتحديد؟ هو أخي إبراهيم, الفرص كثيرة موجودة, فأنا ياريت يعني أنا الباحثين ينزلوا التطبيق نعمل. طبعا تطبيق نعمل ينزل من خلال موقع أو سوق اسمه التطبيق, أو أنه يمكن دخولهم لموقع الوزارة www.manpower.gov.om ويطلعوا على الفرص الموجودة الشاغرة, وبالتالي كل تخصص له شواغر معينة. يعني هذه تقصد الشواغر الوظيفية. نعم. ولكن أقصدنا يعني البرامج التدريبية, يعني الأشياء اللي ممكن يصقلوا من خلالها مواهبهم. أو طبعا البرنامج هذا والتطبيق نعمل الموجود الشواغر, طبعا نحن طبعا نزلناه لفقط الدبلوم, حملة الدبلوم والجامعي دبلوم فأعلى, يعني الدبلوم فوق الثانوية بالإضافة للبكالوريوس والماجستير. بينما طبعا هذا البرنامج تجريبي حاليا, ويتم طبعا لاحقا إدخال فرص الثانوية, لكن بالنسبة للثانوية أو دون التعليم العام يمكن مراجعة وزارة ويتم عرض فرص التدريب أو فرص العمل الشاغرة مباشرة. يعني هذا الموقع حاليا فقط لحملة الدبلوم فأعلى. بالنسبة للمؤهلات أقل من كذا, على الباحث مراجعة الوزارة ويتم عرض عليه فرص العمل مباشرة. يعني ما تحس أنه صعب على البحث عن عمل, دائما لازم يراجع الوزارة؟ هو صعب, لكن طبعا مثل ما الحين ذكرت ليش, أنا طبعا هو برنامج تجريبي والحمد لله راح يسهل عليهم هذا الموضوع. نعم, لاقى النجاح, وراح خلال الأيام الجاية طبعا نحن الوزارة شغالة في إنزاله لإنزال فرص للثانوي أو الدبلوم العام, وبالتالي راح يكون كل منظومة كاملة لمعظم الفرص. طيب أستاذ يوسف, يعني إحنا نشوف أن أغلب الباحثين عن عمل هم أصحاب الشهادات الجامعية, هل يعني هذا السبب وراء ذلك أنه قلت مثلا الوظائف التخصصية؟ لا, العكس, التخصصية موجودة معنا, أعلى الفرص الموجودة التخصصية أكثر من الفرص الأخرى, وبالتالي الفرص موجودة لكل التخصصات, لكن بالنسبة للتخصصات خصوصا الفنية طبعا الإدارية هذه متوفرة باستمرار. طيب شو رأيك يعني في يعني مثلا بعض الشباب اللي ما يحصل وظائف هنا في السلطنة, أو أنه خلاص يعني خلاص فقد الأمل في الحصول على وظيفة في السلطنة فراح ينتقل لدول الجوار؟ طبعا احنا طالما أن عندنا لا زالت عندنا شواغر كثيرة, لا زالت مشاريع التنموية موجودة. شو الشيء اللي تسوه عشان تحتفظوا بالأيدي العاملة العمانية أنها تكون موجودة في الوطن؟ هناك امتيازات, هناك رواتب تعطى, في 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 شباب وصلوا الى 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 مستويات عليا من 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 الوظيفه, رواتب مجزيه وبامتيازات جيده. العكس, ما نحب نحن الشاب العماني يعني يترك البلد. العكس, نحن نحب ان ابناء البلد هم من يخدموا البلد هذا. وانت يا زينب, هل فكرت انك تطلع برا وتشتغلي؟ ابدا, بالعكس, انا كل تفكيري اني اشتغل في عمان, وظل لي يعني من ان اساعد يعني في رفع اسم بلدنا وكذا. يعني استاذ يوسف, بعض يعني الاخوه المبدعين يعني في كلهم في مجاله, ان كان في الهندسه ولا في الطب ولا غيره,
تعرض عليه وظائف خارجية خارج البلد ويتجه لها، ما في هناك تواصل بين يعني الجهات المعنية إن كان القوى العاملة أو غيرها بالتواصل مع هذا الشخص وإقناعه، يعني محاولة إيجاد حل يعني له، يعني بس إنه ما نخسر مثل هذه الكفاءات والقدرات الشبابية؟ هو أخي طبعاً نحن لازلنا في وزارة القوى العاملة لدينا مكتبين، مكتب العمل في قطر ومكتب العمل في دبي. نعم. طبعاً من خلال المكاتب هذه الأخوان لديهم شواغر، لكن أنا مثل ما ذكرت حالياً لدينا نحن شواغر في السلطنة. لماذا يتجه الباحثين للعمل خارج السلطنة؟ نعم. طالما أنه وجدت الوظيفة في البلد، فبالتالي البلد أولى أن يخدم من قبل أبنائه. نعم. طيب في هناك ناس يعني أو بعض الشباب الباحثين صار لهم سنوات طويلة، هل تقترح بأن مثلا بعض التخصصات الصعبة اللي نادر ما تكون لها يعني شواغر، هل تقترح بأن يأخذ تأهيل هذا الباحث عن عمل في مجال آخر؟ شوف، بالنسبة للتخصصات الغير التي لا يرغب فيها القطاع الخاص، أنا أتمنى أن كل باحث يقبل بأي وظيفة مبدئيا. يعني طبعا شروط الوظيفة اللي تكون لدرجة البكالوريوس يقبل بأي وظيفة في نفس المستوى. فنفرض انه هذا الشخص عنده علم اجتماع. طيب. والقطاع الخاص لا يرغب بتعيين موظف باحثين في علمه في هذا التخصص. نعم. لكن هناك تخصصات قريبه كالتخصصات الاداريه، ممكن ان الباحث يمسك الوظيفه ويعمل مبدئيا حتى وان كانت في غير تخصصه، حتى ولو خارج خط تخصصه. وبالتالي في حاله وجود التخصص يمكن الانتقال من 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 الوظيفه هذه الى وظيفه اخرى، سواء من قطاع الخاص الى قطاع خاص او من قطاع خاص الى قطاع حكومي. المجال مفتوح. طيب استاذ يوسف، يعني يرى المجتمع انه مثلا هؤلاء الشباب، يعني الشباب هم اكثر يعني من البنات، انه يشوفهم مثلا الباحثين عن عمل عبء على المجتمع، احنا كيف ممكن نغير هذا النظره الى الشباب الباحثين عن عمل؟ بالعكس، الشباب مش عبء على البلد، العكس، هم من يخدموا، هم من يبنوا، هم من ينتجوا. العكس، اثبتوا الشباب العمانيين في القطاع الخاص جدارتهم، اثبتوا وجودهم. هناك الكثير من الشباب، هناك شركات تجينا تطلب مواطنين فقط، لا تطلب قوى عاملة وافدة. لكن هذا الشيء أحيانا يعني أثر على الشاب، يعني الشاب تحصله في بيته وهو يعني ينتظر الوظيفة، هو باحث عن عمل، فتبدأ المقارنات، والله شوف اللي حواليك توظفوا. أختي حنيفة، هناك بعض الشباب من يشترط رواتب معينة، من يشترط وظيفة بعينها، من يشترط شركة معينة، من يشترط العمل في القطاع الحكومي، وبالتالي وجوده في البيت وانتظار الفرصة أو وفق ما هو يراها، هذا طبعا أمر خاطئ. وفق اشتراطاته، أمر خاطئ. يعني أنتم ما تتيحوا للباحث عن عمل أنه هو يقدم اشتراطات معينة يريدها؟ نحن طبعا هذا الشيء يرجع للباحث، لكن ما أتمنى أن أي شخص يشترط. العكس، في بعض الباحثين يشترطوا العمل في أمام منزلهم، يعني أمام منطقتهم. وبالتالي كل واحد يتمنى انه يعمل امام طبعا اذا ما لمتى اذا ما وجدت الوظيفه في نفس الولايه، يعني في عارف الوظائف اغلبها طبعا تتمركز في وظائف في مسقط، وبالتالي وجود شح في بعض الوظائف في المناطق، هذا يؤدي الى الشخص انه ينتظر فتره طويله. وبالتالي لا يا اخي، عمان كلها الحمد لله والشكر، عمان بلد واحده، والمناطق كلها ولايات واحده، وبالتالي على الباحث انه يسعى ويمكن يشتغل ويتعب في البداية ويتعب. لا 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 ضر في ذلك، ما في حاجة يعني تيجي بالساهل. طبعا. وبالتالي ممكن لاحقا يجد فرصة في منطقته، لكن يبدأ ويكتسب الخبرة ومن ثم ينظر وفق اشتراطات اللي طالبها. طيب زي ما بعد هذا الحوار، شو خططك للمستقبل؟ أنا خططي للمستقبل حاليا يعني لا أكمل دراسة، لا ألتقي إلى سوق العمل يعني، واستمر ان شاء الله ان توظفت وظيفه معينه، ابني حياتي على الصلصه واحقق طموحاتي واهدافي. وتنزل التطبيق اهم شيء. ممكن هي نفس الشيء تواصل دراستها يعني بعد الوظيفه واثناء الوظيفه. لا هي خلاص مكتفيه من الدراسه. ايوه مكتفيه خلاص. ايوه. طبعا مشاهدينا الكرام، احنا وصلنا الى ختام حلقه اليوم. في الختام اود اشكر الاستاذ يوسف بن سعيد المطوع، المدير العام المساعد للتشغيل بوزاره القوى العامله، شكرا لك على حضورك. اشكرك اخي ابراهيم، فرصه سعيده تعرفنا عليكم وتعرفنا على الباحثين
ودردشنا في موضوع ما يتعلق البحث عن عمل. نشكر أيضا ضيفتنا زينب بنت السيم العبرية باحثة عن عمل. شكرا جزيلا لحضورك زينب. العفو والشرف لنا. بلا شك هناك كثير من العراقيل اللي تواجه الباحثين عن عمل عندنا في السلطنة وخارج السلطنة، ولكن أيضا جزء كبير من هذه المهمة تقع على عاتق الباحث عن عمل نفسه. يجب أن يجد بدائل يعني للاشتراطات اللي يضعها لنفسه، يجب أن يسعى بنفسه يعني من غير الاعتماد حتى على الشهادة اللي يملكها، يتجه إلى العمل الحر ويكون سيد نفسه في عمله الخاص. نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم البركة فيكم.